لأن الكتابة والشعر حبه وشغفه الأول، قرر جيري غزال إطلاق كتابه الثاني حبه أكتر بعد بيك أسود اللي كان البداية. ومن بلدية سن الفيل وبحضور حشد كبير من محبينه، وقع جيري هالعمل اللي بيطرح عبره خواطر عن الطفولة، العيلة، الأهل، العلاقات الاجتماعية والعاطفية بقالب وستايل جديد. كاميرا أغاني أغاني وزميل ألان صالح واكبوا كواليس الاحتفال ورصدوا أهم اللحظات. بكينا الصدى لما بنفس الوقت بكينا غير مخدي. بعد توقيعه لعدد كبير من النسخ، جيري تحدث لأغاني أغاني عن الرسالة اللي حابب يوجهها من خلال هالكتاب. اللي حابب أقوله للناس إنه الحب ما له حدود. منفكر حالنا منحب للماكسيموم، نرجع منلاقي إنه في حب وأكتر. بقى برجع بذكر الناس بالأشياء اللي أنا طول عمري أذكر فيها وطول عمري أحكي عنها، إنه لازم نحب، لازم نتقبل، لازم ندين، لازم نسامح. مش لأنه أنا بعرف أكتر، بس لأنه من خلال الأشياء اللي عم بكتبها وطريقة تفاعل الناس معي عم بكتشف أنه هذا أساس الحياة كلها. جيري كان بدأ التمهيد والترويج لهالكتاب من خلال أغنيته الأخيرة شو كنا التقينا، واللي كانت بمثابة مقدمة لهالعمل. شو سهيت إيدينا وروحنا فرص، وعن بعض التهينا وعكل المفارق الدنيا تضحك علي. حبيت أقدم هذا الكتاب من خلال الأغنية تبعك. خبرني كيف إجت الفكرة وكيف لقيت الأصداء. اللي حبيت أعمله من خلال هذا الكتاب هو إنه، أو من خلال الأغنية، هي إنه ضوي على فاكت إنه الكونتنت أو الكلمة فيها تترجم بكذا طريقة. الناس معودين يقروها. قبل بمرة نزلت أوديو بوك سمعوها بصوتي، هالمرة لحنتها، سو كل مرة زدت لها شغلة صغيرة حتى أقدر وصلها للناس بطريقة مختلفة، والحمد لله كان الإقبال عليها كتير منيح. جيري اللي بيتميز بعدة مواهب كشف لنا أثناء اللقاء عن استعداده لخوض تجربة التمثيل بالفترة المقبلة. تفاصيل كتير بعد ما بقدر أعطي، لأنه العمل هلأ عم بيتم العمل عليه، بس اللي فيه لك إنه عمل كتير حلو على شاشة أنا كتير بحبها وعلى شاشة كتير بتشبهني. بقى إن شاء الله الله راد قريباً جداً، يعني رح قلك في نطرة، بس النطرة مش كتير طويلة ورح تكونوا أنت أول عارفين. حمس لهيدي التجربة؟ أكيد، كل تجربة جديدة وكل تجربة فيها تحدي بمحل معين بحب إنه خوضها. هيدا الشيء بعد ما نجربه، هلأ عم جرب لأول مرة. بقى أكيد إن شاء الله يكون قد اللي معود انه الناس يحبوني من خلاله. بالختام، جيري اكد انه الاولويه بحياته للكتابه رغم حبه للتقديم، التمثيل والغناء. جيري، بين تقديم البرامج، كتابه، الغناء والتمثيل، وين لمين الاولويه؟ الكتابه. لانه الكتابه فيه اقدم من خلاله، يعني انا بس كون عم اقدم شغله بكون بدي اكتب تقدر اقدمه، وبس كون عم مثل اذا انا عندي المضمون بقدر اعطيه. سو بالنسبه لي مش لانه الكتابه ابدا من التقديم او ابدا من التمثيل، بس لانه اذا عندك الكتابه انت بتقدر تحترف هدول الاساس كلهم. حبه اكثر عمل ابداعي جديد عنوانه البساطه والصدق، ومن اغاني اغاني من بارك لجيري، وبنتمنى له كل النجاح والتوفيق. وصار لك عمر تمرق حدي.